استقبل مطار العريش الطائرة السعودية 34 لإغاثة الشعب الفلسطيني تمهيدا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة من العريش مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، بعد التحية، صف لنا ما لديك من معلومات حول شاحنات الإغاثات الإنسانية المقدمة للإخوة الفلسطينيين وأيضا الطائرة السعودية 34 لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين. نعم، بعد التحية، ربما ما صرح به السفير الفلسطيني اليوم لدى زيارته لمحافظة شمال سيناء بأن 80% من المنشآت شمال غزة و50% من المنشآت في جنوب غزة قد تدمرت بسبب القصف الإسرائيلي عليها، فبالتالي هذا يجعل الحاجة إلى إدخال مزيد من المساعدات يكون بصورة أكبر في هذه الأيام، وهذا ما تسعى إليه مصر من خلال المجهودات المستمرة فيما يتعلق بإدخال المساعدات والشاحنات التي تتجه مباشرة إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح. نتحدث اليوم على أنه يعني العدد الذي وصل إلى الجانب الفلسطيني، نتحدث عن 158 شاحنة وصلوا بالفعل إلى الجانب الفلسطيني. هذا الرقم يعني رقم كبير اليوم يعتبر مقارنة بالأرقام السابقة، لكن بالطبع الجميع يأمل أن تزداد هذه الأرقام وهذه الشاحنات في الدخول، خاصة أن قطاع غزة في حاجة كبيرة إلى المواد الغذائية وإلى أيضا المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى أن أيضا المعبر اليوم يعني استقبل عدد من المصابين، نتحدث عن أكثر من 15 مصابا، بالإضافة إلى 300 من مزدوجي الجنسية. هذا بالإضافة إلى المساعدات التي يتم تقديمها أيضا وتسهيل مهمة الدول التي تريد أن تقدم كل المساعدات، خاصة من مطار العريش، حيث استقبل مطار العريش اليوم طائرتين، الطائرة الإماراتية على متنها 10 أطنان من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، ثم الطائرة السعودية على متنها 24 طن من المواد الغذائية وأيضا المستلزمات الطبية المختلفة، وهذه هي الطائرة 34 للمملكة العربية السعودية. وأيضا يتم الاستعداد هنا في مدينة العريش لاستقبال قافلة كبيرة من المملكة العربية السعودية تتكون من 550 شاحنة وصلت منذ أيام في ميناء بورسعيد عبر سفينتين، الثالثة والرابعة، لتقديم كل المساعدات. وهنا مجهود مصري كبير يتم في التنسيق بين كل هذه الدول لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية ودخولها عبر معبر رفح لقطاع غزة. هذا بالإضافة إلى المجهودات الكبيرة التي تتم فيما يتعلق أيضا باستقبال المصابين والجرحى في تقديم الخدمات في المستشفيات الموجودة، خاصة بعد خروج عدد كبير من المؤسسات الصحية داخل قطاع غزة عن الخدمة بعد تصريحات منظمة الصحة العالمية بأن 9 مستشفيات فقط من وصلت أصل الصورة 36 مستشفى يعملون جنوب قطاع غزة. أشكرك شكرا جزيلا محمود جميل، كنت معنا مباشرة من العريش، شكرا جزيلا لك.